من ساعات البنك المركزي أعلن تحقيق ميزان المدفوعات فائض كلي بحوالي 9.7 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024 مقارنة ب 882.4 مليون دولار فقط في نفس الفترة السنة اللي فاتت. فيا ترى الكلام ده معناه ايه وتأثيره على أزمة نقص العملات الأجنبية، ويعني ايه أصلا ميزان مدفوعات وايه أهميته لمصاريف الدولة؟ حسب بيان حديث من البنك المركزي، حقق ميزان المدفوعات المصري فائض كلي بنحو 9.7 مليار دولار خلال العام المالي 2023-2024. وفقا للبيان نفسه، النمو القوي لميزان المدفوعات مدعوم بشكل أساسي من الزيادة التاريخية لصافي الاستثمار الأجنبي المباشرة، واللي سجل حوالي 46.1 مليار دولار في العام المالي الماضي، وده مقارنة بنحو 10 مليارات دولار في العام المالي السابق عليه مدفوعا بشكل أساسي بصفقة رأس الحكمة. كمان ارتفعت تدفقات الاستثمارات الأجنبية الواردة للقطاع البترولي ل 5.7 مليار دولار مقارنة ب 5.6 مليار دولار في نفس الفترة. هو ايه معنى ميزان المدفوعات وفائض المدفوعات؟ ميزان المدفوعات ده زي بالظبط زي ميزانية البيت، بس بدل ما نتكلم عن مصاريف البيت بنتكلم عن مصاريف الدولة كلها، يعني كل الفلوس اللي داخل مصر من صادرات وسياحة واستثمارات، مقابل كل ده الفلوس اللي طالعة من مصر عشان نشتري حاجات من برا. طب الفائض ده ايه اللي جابه؟ الفائض ده نتيجة لعدة حاجات، أهمها أن الاستثمارات الأجنبية في مصر زادت بشكل كبير خصوصا بعد صفقة رأس الحكمة الكبيرة، وده طبعا بيجيب معاه عملات صعبة وبيزود المعروض النقدي من الدولار. طب إيه علاقة الفائض ده بأزمة الدولار؟ أزمة الدولار اللي كنا بنعاني منها الفترة اللي فاتت كانت بسبب أننا مش لاقيين دولار كفاية عشان نغطي كل احتياجاتنا من الاستيراد، لكن مع الفائض ده الوضع اختلف والدولار بقى متوفر أكتر والجنيه المصري بقى أقوى، وبالتالي سعر العملة الأمريكية متوقع ينخفض بشكل ملحوظ الفترة اللي جاية، وده ممكن ينعكس على حياتنا. طيب إزاي؟ الكلام ده هينعكس على حياة المصريين بشكل إيجابي، يعني الأسعار هتستقر والسلع هتبقى متوفرة والناس هتقدر تشتري كل اللي هي عايزة، يعني هتلاقي الدولار متوفر في البنوك ومش هتضطر تدور عليه في السوق السوداء. بالأخير الفائض ده معناه أن الاقتصاد المصري بيعود لوضعه الطبيعي وأننا قادرين على تجاوز التحديات اللي واجهتنا في الفترة اللي فاتت. كانت معكم هالة بشيت من بنكير، شكرا لكم. بنكير نبض البنوك.